التي خصصت للفائزين في كل شوط من المركز الأول وحتى المركز العاشر. صاحب المركز الأول سوف يحصل على مبلغ قدر بثلاثين ألف ريال سعودي كدعم سخي، كدعم قوي، كدعم مادي وكدعم معنوي وإعلامي حاضر من كافة القنوات، قناتنا السعودية الرياضية التي تنقل كل هذه الأحداث، وقناة ياس وقناة دبي ريسينج والقنوات المصاحبة قناة المرقاب وقناة الصحراء. نرحب بكم عندما أعلنت سفن الصحراء انطلاقة الشوط الرئيسي الأول في صباح هذا اليوم الجميل. أعلنت الانطلاقة وبدأ الجميع برحلة البحث عن النوماس خاطفي الألقاب، خاطفي الانتصارات، مع هذه الشعارات الجميلة، مع الألوان الزاهية التي حضرت وأتت من شتى ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، شعارات عملاقة رنانة تحضر في كافة الختاميات باحثة عن إنجازات جميلة وثمينة، باحثة عن نقطة في مهرجان ولي العهد، حيث هذا المهرجان الذي استقطب العديد ورأينا الأفكار الجميلة. رأينا هنالك البيرق المسمى باسم ولي العهد، الكل يبحث عنه، إضافة إلى المليون ريال سعودي منتظرة خاطفا للنقاط الأكثر. ما زال بالراية الممثل للمملكة العربية السعودية هو الأول حتى هذه اللحظة، متصدرا بالنقاط، منافسا له العملاق العيناوي القادم من دولة الإمارات. أبحث عن الصدارة مع المركز الأول، مقدمة للشوط، محتلا للمركز الأول في هذه اللحظات مع مخرجنا العزيز أسامة الهواري بطلعاته الجميلة. المركز الأول عقاب 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 أحمد بن مانع أبو دواس يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا شعار مع عقاب، ولكن هنا الخطورة، هنا الخطورة، ليأتي في هذه اللحظات سمران المحتل للمركز الأول، هذا المتصدر للبيرق حتى هذه اللحظة، خاطفا للبيرق بأكثر نقاط في مهرجان ولي العهد الأمين علي بن راشد بن راية. المري رفع راية التحدي، رفع راية الخطورة، ممثلا للمملكة العربية السعودية غادر بن راية، غادر بن راية، وكأنه يردد قرباء البيرق مني، قرباء البيرق مني يا براية. المركز الثاني هنالك النايف، مرحبا بك يا سمي، يا سمي يا نايف، النايف، النايف لبندر بن رويضان بن جويان الدوسري، وكذلك الدكتور حمد بن محمد بن بيشان العجمي. ولكن براية غادر مع سمران، غادر مع سمران، ولكن بن بيشان قادم، قادم بكل قوة مع الدكتور، دكتور يا بن بيشان دكتور، وكذلك الاسم القادم ولكن براية خاطفا للناموس الأول، خاطفا منتصرا مع الشوط الرئيس الأول. تهانينا لمالك سمران علي بن راشد براية المري، ممثل المملكة العربية السعودية في المحافل الخليجية لسباقات الهجن، خاطفا هذه النقطة، مؤكدا اقترابه، اقترابه، بل أجزم بأن انتزاعه للبيرق والمليون المسمى باسم ولي عهد المملكة العربية السعودية كجائزة لأكثر مالك ومضمر، خاطفا لنقاط أكثر في هذا المهرجان. المركز الثاني فاز في المركز الثاني من يحمل الرقم 19 هنالك عقاب أحمد بن مانع بو دواس العامر، وهنا شعار بالراية، شعار بالراية، شعار بالراية، يوم يوم رفت الرايات، يظهر بالراية، يظهر ممثلا للمملكة علي بن راشد بن سعيد بن راية المري. 3 دقائق و3 ثواني و75 جزء من الثانية كتوقيت زمني، قاطعا مسافة 2 كيلومترات تحت أقدام سمران عندما تتطاير حبات الرمال تحت
هذا الشعار وتحت أخف سمران. المركز الثاني عقاب عقاب أحمد بن مانع بودواس العامر أيضا مقدما لنا عقاب بثلاث دقائق 4:49 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الوصول والانطلاق من شامان شعار محمد بن زومان الهاجري 3:04:67 جزءا من الثانية. المركز الرابع كان الوصول من شعارك يا بن بيشان مقدما لدكتور دكتور يا دكتور حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الرابع من يحمل الرقم 9 وواصلا بتوقيت زمني قدر 3:04:72 جزءا من الثانية. بينما المركز الخامس هذا سمي النايف 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 حيث الأصايل والأبطال والأصايل القوية كانت تسمى في الماضي باسم الرجال الأوفياء الأبطال وهذا النايف سمي على اسم النايف. خلوني عاد امدح نفسي على هالصباح النايف بندر بن رويضان بن جويان الدوسري 3:05:65 جزءا من الثانية.